يعني انت حمود انت تأيد الموضوع اللي انا قاعد اقوله حلو، ان البنت الكويتيه او الشاب الكويتي ياخذ اكسبيرينس كبيره، يعني شيء كبير حلو حقه انه يكون واثق من نفسه، متحدث، يتكلم بشكل اجتماعي. تدري شنو بعد الحين لما يتخرج يقولوا له وين نبي خبره 5 سنوات، اذا انت ما وظفته قبل لا يتخرج شلون من وين بيجيب خبره 5 سنوات او 3 سنوات؟ فاي نفس يكون بهالفتره هذه يجمع له مثلا لو كل 3 اشهر على 3 اشهر حلو على حلو ان الواحد تصير عنده خبره صدق 5 سنوات. نفس ما قالت اسراء، حلو ان الواحد يتخرج يكون اقصد عمره 18 يمشي له دعم عماله ياخذ خبره، على ما يتخرج يروح يقدم اي على اي شركه يكون عنده خبره كافيه وهو يكون بنفسه واثق نفسه. حلو. يعني يدرس في الجامعة. يدرس في الجامعة أو يشتغل بالليل. بالعكس يعني إحنا راضين نتعب. أنت وشنو اللي حط القرار؟ أنت أخوي يعني. أخوي. ما أدري شنو أناديك، بس يعني ما في أكثر من كلمة أخوي. أخوي أنت شنو فكرت فيه لما أنت حطيت قانون منع باتن اللي يدرس ويشتغل بعد 25 سنة؟ إحنا ما حد فينا راح يدرس عمره 25 سنة، والله العظيم ما في قليل 5% ولا 10%. احنا اللي الشباب اللي بعمر الزهور اللي نفسنا من 18 ل 22 23 سنه، اذا احنا سقيطه 23 سنه وتاخرنا، هذا الوقت اللي احنا ندرس فيه بالجامعه. بعدين احنا راضين نشتغل بالليل وفي شركات تبينا وفي ناس وايد تبي شباب بهالعمر، لان احنا فينا وايد باور ان احنا نشتغل، يعني اكثر من اللي يمكن اكبر منا بوايد لان تونا صغار، ففينا نبي نتحرك نبي نسوي شنو في نبي. فما ادري، بس انا اقول الله يسامحك يعني. 25 سنه حق البنات و21 سنه حق الشاب اذا كان متزوج. اذا متزوج. اذا متزوج. اذا متزوج. هذا على شنو بالضبط؟ الله يعطيك العافيه على هالقرار. اي. انا من عندي صراحه، انا صراحه قلت رايي، ما مو عجبتني فكره الجروبات لان فرقوا، يا تسوون جروب. انت انا فهمت عليك اسرار، طبعا هي عندها بس مشكله اللي قالت عنها انه الجروبات لا يكون فيها نظام، والله انا لما بروح بقدم يقولوا لي لازم معدلك يكون 90 ولا هذا، انا ماني مقدم طب ولا اسنان ولا كليه هذا، انا رايح مقدم حق خبره. حتى الجامعات الكليات الخاصه يبون مو 3 نقاط، يصير عندي انا والله بالمجتمع خبره يعني كافيه وعندي درايه عامه عن شنو اللي قاعد يصير بهالمحلات هذه، شنو الطريقه. لا ومعلومه بعد، رسوم اشتراك 40 ما ادري 30 دينار، يعني تخيل اكثر تدفع هي مو سالفه ان الواحد يدفع، يدفعونك. لا 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 هذا الشيء لا هو تطوعي، يتطوع يستانس. ادري في انك تتطوع، ادري اسرار، بس احنا بعدين كمسمى خدمه الكويت. ادري اسرار، بس احنا خلينا نقول لو انا بتطوع وبدفع فلوس عشان انا اكتسب خبره، ماني خسر، ماني زعلان على نفسي. بس هي اساس اعتبري نفسك اسرار، وانت بكرامه اسرار، وانت بكرامه اعتبري نفسك انت داشه وشاريت. انا ماني عزانة ادفع 100 دينار ولا 100 دينار، وانت مكتسبه خبره. بس ليش تاخذون؟ انتم تبون تعطون الواحد خبره وكفاءه. انا الحين بتوظف شركه، انا بروح ادفع فلوس حق الشركه. ما نبي منكم، نبي منكم شهاده تقدير ان انا اشتغلت عندكم. بس ما في ناس، في ترى ناس، ما في ناس 30 دينار ما تقدر تدفع. احنا ما ندش بكل بيت شنو وضعه، انت تحكي بوجهه نظر، نقدر في اللي يقدر يدفع يقدر، بس احنا لو بنتحكي بالاساس ما له داعي الطبقات الاجتماعيه هذه الكادحه. ما يقولون تفضل كادحه. من عندي انا اقول يعني ان احنا خلينا نختم موضوع حلقتنا اليوم، نقول لكم ان شاء الله بس تكونوا استمتعتوا ويانا، ومع طبعا الاكل الجميل اللي يعطيك الف عافيه هو اسرار حجي، يعني ما قصرت صراحه الاكل وايد جميل. زين وخالتي ام احمد اوجه لك احلى حبتين انت وعيالك الحلوين. احنا طبعا قلنا لكم ان هذه شو اسمه عندنا طبعا شروق، راح تقرا لنا كومنتات سريعه بالتويتر، خلينا نشوف شنو عندهم ما عندهم. اوكي وبس. عندي ابو يعقوب محمد جلاد سؤال، شنو اللزقه اللي تحت اذنك؟ يلا شنو؟ جاوب شنو اللزقه؟ جبنة ابو الولد. يعني هذا السؤال لازم اجاوبه. هذا ابو الولد. هذه اللزقه امس احنا تكلمنا عنها، هذه اللزقه لزقه اللاعبين اللي يحوشهم شاد او عوار، او ان هذا اقدر احطه هني حق المفصل، اقدر احطه حق ايدي، اقدر احطه حق كشمي، المهم اي عوار. فانا عندي عوار يعني بعيد الشر عنك بالعرج اللي باليمين، فعرجي اليمين عشان رقبتي فيسحب العوار بس. شكرا. اوكي حسن علي سلامك. ايه بقراها كذي. يلا اقرا. سلامي لجميع الستاف. علي علي هذا قولي فرقتك لما تقولي حسن علي. سلامي لجميع الستاف البرنامج، حمول جلاد مشتهي الكيك اللي صوب حبيبي، احلى حبتين واحلى كيك حق حسن علي، تستاهل كل الكيك يا قلبي. علي كذي يتكلمون البنات، خليك كذي دفشه. ايه قولها يقرا. رنوش يا ربي قلبك اسرار وشروق حبيبتي تسلمي لي. شكرا. ايه ضفيري حمود زيد، منو مزعلك؟ معاش اللي زعلك يا الغالي، ليش ما تشارك الجلاد القطات؟ وتحيه للكل. شو اسمها؟
اي الظفيري بس اي اي, أي الظفيري على راسي اي الظفيري حمود انه تقول ليش زعلان وليش ما تشارك حمود الجلاد القطاط لعنا وياه يمكن عندنا ناقصنا حس فكاهي ويا حمود اخونا حبيبنا بالعكس حمود هو ملك القطاط وانا ملك السكوت حبيبي هم بعد داز اي الظفيري تعجبني الجلاد بعفويتك وعدم تصنعك واحلى تحيه لك خاصه وللكل بعد على راسي حبيتها لك يا اي الظفيري فوق راسي والله ريون بالعافيه ما ادري حق منه ريون ابو اسرار استقبلوا في الاستوديو بليز ان شاء الله ان شاء الله اقراها اقراها يلا تقرين لبنه لا 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 لحظه انا بس في شغله حابه اقولها حق اللي عندي بتويتر لان انا ماسكه تويتر ما له داعي قله الادب وقله الذوق والشغلات اللي قاعد تصير لان ما راح اقرا شيء وراح اسوي لهم بلوك يعني فاحنا ما راح نقرا ولا راح نرد على احد ولا راح ننزل هالعقليه يعني فما له داعي تتعبون نفسكم فاتنة توجي تسحر عيوني من حلالك يا كيف لك ما نعترف ما نعترف اهداء الاسرار شروق شروق تدري شلون بما ان انت مزعلينك انا راح اغنيك اغنيه انا برضيك على الهوى بما ان الناس انا مو زعلانه انا مو زعلانه انا راح اغنيك اغنيه يا زعلان يا زعلان خليت قلبي حيران ما قلت لك يا حبيبي بطل دلع من زمان لين ما ترد السلام وين الغزل والغرام راضيني ولا بروح واسيب لك هالمكان لا تخلي راسك عنيد كثر الدلع ما يفيد يا ما خذل عقلي كله غيرك انا ما اريد ايش تبين بعد؟ احرشني بصراحه خجلتني يعني طبعا واطربنا بصوته ما شاء الله محمد للحين قاعد ياكل محمد جلاد قاعد يقحص لانه يعني ما شاء الله من الاكل الله يخليك حق اهلك يا رب ويعوضك من كل عين جلاد طبعا انا اسمع شروق شروق واسرار انا بس اقول اللي راح تاخذني راح تستانس والله العظيم راح تستانس لانه راح تدري اي اكل راح تسوي كان حلو مو حلو راح اكله انزين طبعا وصلنا حق ختام حلقتنا اليوم مشكورين كل اللي بالفيسبوك وكل بالتويتر اكيد احنا نحبكم وايد وتسلم ايدك يبا على الاكله الحلوه اكيد وفطم الفايز واصل لك الغداء اكيد جديد فريش ما يصير يدش قدم من القناه لان هذا حقهم هم محمد شروق بالعافيه محمد رضا الله يوفقك في الامتحانات اللي قاعد طالعنا وان شاء الله تاخذ لنا اي كلها اي انزين واهم قبل ما انهي ابي اقول بس حق تحيه كبيره حق امي هذه الفكرة هذه عندنا اياها يمكن من قبل لا تتجوز ترى نسيتي شيء اليوم انت انا نسيتها اليوم نسيتي شيء سبيشال ثانكس حق ريمشن ستايل وحق فروحه هاي فروحه هاي فروحه احلى حبتين لك فروحه ومروه بعد احلى حبتين لك حفظهم فبس خلصنا اليوم ان شاء الله راح نشوفكم باكر بموضوع جديد نتناقش فيه شوفونا باكر بموضوع جديد باي باي